رحبوا معايا بالصديق العزيز الاعلامي والمعلق الرياضي الجميل كابتن، نعم، المعلق والاحصائي الجميل الدكتور طارق الادور. مساء الورد يا دكتور. مساء الفل عليك، اهلا بيك استاذ سامر، واهلا بكل مشاهديك الكرام. حضرتك متفق معايا انه كولر يجب ان يمنح الفضل والكريدت فيما فعله في مباراة القمة؟ والله طبعا هو كولر الحقيقه ليه الفضل في حاجات كتير في الفتره الاخيره بعد ما النادي الاهلي طبعا فقد الدوري والكاس السنه اللي فاتت وكان المستوى متراجع جدا، له فضل في اعاده بعض اللعيبه لمستواهم، وليه فضل في الاصرار على طريقه لعب واحده لم يغيرها اللي هي 4 2 3 1 او مشتقاتها، فبالتالي اللعيبه بقى عندها ثبات في مستوى الاداء. صحيح. يمكن المتابعين شافوا في الفتره الاخيره ان مثلا لعيب زي محمد هاني كادت الجماهير في نهايه الموسم اللي فات انها تقول خلاص الاهلي مش محتاج هذا اللاعب. شوف التطور اللي حصل في مستواه، عندك في قلب الدفاع لاعب زي محمود متولي كان 3 سنين تقريبا هو مش موجود في ملاعب كره القدم، رجعه للفورمه بتاعته ورجعه للمستوى دوت. نص الملعب السوليه كان مستواه هبط جدا، هو حمدي فتحي في نهايه الموسم اللي فات طور في مستوياتهم جدا، وشفنا في المباريات الاخيره هو بدل ما كان السولية او حمدي فتحي بيقوم بدور لاعب الارتكاز، لا ده بقى بيقوم بدور كمان مركز 8 على اكمل وجه اللي هو اللعيب اللي بيكمل في الناحيه الهجوميه. شفنا السولية مثلا في مباراه بيراميدز جاب جولين وتسديدات، شفنا حمدي فتحي له دور في الثلاث اهداف اللي سجلهم النادي الاهلي في مرمى الزمالك. فانا اعتقد ان فعلا كولر طور كتير قوي في فترة بسيطة جدا في أداء بعض اللاعبين وفي المستوى العام للنادي الأهلي. صحيح. على الجانب الآخر في مفارقة غريبة أوي يا دكتور، يعني هل يعقل أو هل ده موجود في عالم كرة القدم إنه فيريرا جوزوالدو فيريرا مدير فني نادي الزمالك يتحول في أسابيع قليلة من الثعلب والبروفيسور والداهية والمش عارف صانع المعجزات والكذا لنادي الزمالك الى الفاشل والعنيد واللي واللي واللي، ينفع في ايام واسابيع؟ لا الحقيقه بص، هو الناس برضو يعني مكحفه شويه في الاحكام بتاعتها في الفتره الاخيره. شوف فيريرا يكون مسؤول من وجهه نظري على نقطه واحده بس انا بتثير لي علامات استفهام، انا شخصيا بتثير لي علامات استفهام كتيره جدا مش من غير ما اجد ليها اجابه. فيريرا بقماشه صغيره قوي، قماشه بسيطه جدا، بعد يعني رحيل عدد كبير من اللاعبين الموسم اللي فات قدر ان هو يفوز بالدوري والكاس بمجموعه لعيبه. لو سالت اي زملكاوي واكثرهم تفاؤلا ما كانش يقول لك ان الزمالك ابدا ياخد حتى بطوله واحده، خد الدوري والكاس وتطور وطور مستوى الفريق جدا. عن طريق ايه؟ طريقه 3 4 3. ما هو المبرر ان طريقه اديتك الدوري والكاس وخلتك متفوق على كل الفرق المصريه وخلت مجموعه لعيبه قليله جدا، يعني يكاد يكون مثلا هقول لك الزمالك مثلا في النصف الثاني من الموسم اللي فات مين الاثنين اللي ارتكاز؟ كانوا محمد اشرف رؤى اللي هو كان مركون بقى له فتره كبيره، صح، وكان محمد عبد الغني اللي هو قلب الدفاع هو الهاف ديفندر الثاني. يعني جاب لك لعيبه ما كانتش، يعني في لعيبه ما كانتش موجوده على الساحه خالص، حطها في طريقه 3 4 3. اي مدير فني يجي يقول لك القاعدة الذهبية في كرة القدم، لو عندك تشكيل والتشكيل ده ناجح وبيكسب ما تغيروش. القاعدة بتقول لك الحصان الرابح لا تغيره. بالظبط، مظبوط كده بالظبط، فأنت إيه عندك فريق بيحقق انتصارات وتشكيلة تحقق انتصارات ما تغيرهاش. صح. ما بالك بقى بالطريقة، الطريقة اللي حققت كل الإنجازات دي، إيه المبرر للتحول إلى طريقة 4 3 3 اللي من خلالها لو تلاحظ كده كل الأهداف اللي جت في مرمى الزمالك في المباريات الأخيرة وعلى وجه التحديد المباريات الخمسة الأخيرة اللي الزمالك لم يحقق فيها الفوز كلها عن طريق العمق اللي هو اللي كان يعني صلب جدا في نادي اللي كانت الطريقة القديمة بتقفله. بالظبط، السنه دي كل يعني شوف 3 اهداف بتوع النادي الاهلي كلهم من العمق. صح. شوف هدف الداخليه من العمق، شوف الاهداف اللي جت مرمى الزمالك كلها. في بعض الناس بيقولوا يا دكتور انه الطريقه القديمه اللي كسب بيها كان هو مجبر عليها نظرا للضيق الشديد والمحدوديه في التشكيل والناشئين اللي كانوا بيلعب بيهم، اما لما توفرت له الصفقات فحب يلعب بالطريقه اولا اللي هو مقتنع بيها، ثانيا اللي تناسب الاسماء الجديده اللي ضمت للقائمه بتاعت الزمالك. طب خليني امشي معاك، هو يعني على فكره ده مش معايا، ده معاهم.
انا مش مقتنع ماشي. بالكلام ده. لا لا لا، خلينا معاهم، ماشي خلينا معاهم في النقطة دي. حتى لو انت جبت اي صفقات، ما انت الطريقة دي هي اللي بتكسب بيها، صحيح، وهي اللي محقق بيها انجازات، وهي اللي كانت مناسبة جدا لقدرات اللعيبة ومقفلة لك. بيقول لك دايما الفريق المميز هو الفريق اللي يبقى عنده دفاع قوي اولا ثم هجوم قوي، صح. مش هجوم قوي الاول وبعدين ثم دفاع. فانت كنت مأمن حته هي اللي كانت مشكله. لو تفتكر هقول لك على حاجه، نفس فريره هو في 2014 2015 لما جه للزمالك، كان الزمالك بقاله 10 سنين ما خدش الدوري، جه قال عمل طريقه 4 3 3 اللي هو بيلعب بيها دلوقتي، بس 4 3 3 وقتها كانت عملت من الزمالك فريق ذو دفاع صلب وحديدي، مظبوط، وقدر بعد في السنه دي برضو انه ياخد الدوري والكاس. طب عشان ما بقاش ظالم يا دكتور لفيريرا، مش ينفع نحط في الحسبان او في حكمنا الهبوط الشديد في مستوى كتير من نجوم الزمالك اللي كانوا شايلين الفرقه؟ يعني انت شايف اخر 3 4 ماتشات ده مش زيزو اللي احنا عارفينه، امام عاشور بيحاول وبيبذل مجهود بس برضه لمساته واختراقاته والفينيشنج بتاعته مش ده. لعيبه كتير الحقيقه عطائها مش بنفس قوة عطاء نهاية الموسم الماضي. كلامك مظبوط جدا، هو انا كنت هكمل النقطة دي، هقول لك ان هو مسؤول عن تغيير طريقة اللعب، لكن هو مش مسؤول على ان في السنة اللي فاتت انا دائما كنت بعيد وازيد في انجاز الزمالك في العام الماضي، كان يعود في المقام الاول الى 5 لعيبة كانوا فوق الوصف، يعني احسن مستوى في حياتهم، في حياتهم راجع كده حياتهم الكروية كلها، صح. هتلاقي افضل مستوى ليهم كان النص الثاني من الموسم اللي فات. الخمسة دول هم محمد عواد في حراسة المرمى، وقدامه في قلب الدفاع محمود حمدي الونش شفاه الله طبعا لانه اثر جدا على دفاع طبعا الزمالك، طبعا. وقدامهم في نص الملعب امام عاشور، وقدامهم في مركز راس الحربه الجزيري، وعلى ناحيه اليمين زيزو. الخمسه دول راجع كده حياتهم مش هتلاقيه ادى في حياته كلها زي الدور الثاني للموسم اللي فات. مظبوط، فانا هو غير مسؤول عن ان خمسه يمثلوا العمود الفقري، واحد منهم اتصاب والاربعه الباقيين مستواهم قل على الاقل، على الاقل بنسبه 30%، مظبوط، يعني لو كان مظبوط. 90% بقى 60% وهكذا يعني. فطبعا ده هو مش مسؤول عنه. لا. هو مش مسؤول برضو عن ان مثلا يحصل وقعه زي بتاعه المنشطات ديت، الاداره نفسها هي اللي تتدخل فيها، وهي اللي تكون هي السبب في انها نشرتها وتؤثر جدا على اللعيبه، بدليل صح. ان من اليوم ده، من اليوم بتاع قضيه المنشطات ده، الزمالك ما حققش ولا فوز. ايوه فبرضه مظبوط، دي كلها عوامل. والزمالك خسران جهود فتوح على الناحيه الشمال، فتوح قوه مهمه جدا دفاعيا قوه كبيره وهجوميا. جدا. طبعا. طبعا طبعا قوه طبعا. كبيره جدا، لا سيبك من انك انت فقدت لاعب، يعني سيبك من انك لا لا فقدت انا معاك، لاعب. ده انا بقول لك كمان فوق اللي انت بتقوله. لا ده انت فقدت معنويات فرقه كامله صحيح صحيح بسبب هذا الغياب. وشفت احنا بدليل ان هو مش المباراه دي بس على فكره، هي الخمس مباريات صح. الاخيره بعد اخر مباراه اداها الزمالك بشكل رائع جدا كانت مباراه الاسماعيلي، 5 مباريات تقريبا هو في نفس الظروف ديت مظبوط. بعد وقعه طيب المنشط. بناء على كل الظروف دي، الحاجات اللي يسال عنها فيريرا زي ما حضرتك تفضلت، والحاجات التي لا يسال عنها فيريرا لكن تحملها بسبب وجوده كمدير فني، السؤال الآن لو أنت مكان جماهير الزمالك أو مجلس الإدارة، يمشي ولا يكمل؟ يمشي تبقى مشكلة كبيرة، لأنك أنت في وقت حرج جدا، أنت دلوقتي في قدام نادي الزمالك أيام قليلة جدا ويبدأ المشوار الإفريقي اللي هو بالنسبة لجمهور نادي الزمالك أصبح دلوقتي يعني كان هو الحلم، هو الحلم بالظبط، هو الحلم الاساسي. صح. يعني يمكن قبل كده كان الدوري بالنسبه لجمهور الزمالك مهم جدا، لكن تحول الفتره الاخيره الى ان مش ما باصبحش الدوري، اصبح بطوله افريقيا الغائبه عن سجلات النادي الزمالك منذ عام 2002، يعني مظبوط. تقريبا 21 سنه، فدي بقى اصبحت بطوله مهمه جدا. ايام قبلها هتغير في الجهاز الفني، ده هيأثر بشكل سلبي جدا على مسيرة الفريق. فانت رأي حضرتك انه يكمل الموسم ايا كان؟ بالظبط بالظبط كده. شرفتني ونورتني يا دكتور، ودايما بنستفيد ونستمتع بآرائك وتعليقاتك الجميلة. شكرا جزيلا دكتور طارق الأطوش.